نقيموا سنة 21 هي حصيلة إيجابية الحمد لله، سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية الأسعار وكذلك من ناحية المداخل. من ناحية الإنتاج تمكننا من رفع الإنتاج بحوالي 5% مقارنة ب 2020. من ناحية الأسعار فيه تحسن كما تعلمون وكما شاهدتم في العرض، تحسن معتبر تقريب، وصلنا إلى مستوى 72 دولار مقارنة بنهاية سنة 2020 حوالي 42 دولار، ما مكن يعني تحصيل يعني حوالي 35.4 مليار دولار كما دخيل من الصادرات. كذلك من ناحية الواردات تماشيا مع السياسة المعتمدة لسونوتراك بتقليل الواردات إلى مستوى أقل مستوى ممكن، اليوم عندنا تقريبا مادتين سونوتراك في حاجة إلى استيراد هذه المواد، هي مواد بتروكيماوية، أولا الأنتيبيو كمادة إضافية لتحسين نوعية يعني الوقود، نستمر في إن شاء الله في استيراد هذه المادة حتى ينطلق الإنجاز نتاعو في هذا الشهر إن شاء الله، حوالي مدة 3 سنوات، وإن شاء الله يمكننا يعني التقرير من استيراد هذه المادة. باقي المادة الثانية هي الإيتيلان الضرورية للمصنع البتروكيماويات في سكيكدا، راح نستمر إن شاء الله حتى يكون يدخل بعض المصانع نتاعنا في الإنتاج، وهي مشاريع مبرمجة في سوناطراك. هدفنا هو التقليل من الواردات إلى أقل مستوى ممكن.